ثقافة القلب السليم. هل القلب السليم نعني فيه أن القلب تعبان أو أحد لا سمح الله عنده مشكلة في القلب أو مرض في القلب أو صمامات القلب؟ لا، اليوم بتكلم عن ثقافة القلب السليم بالحب، ثقافة القلب السليم الخالي من السواد، القلب السليم اللي ما يشيل على الغير، مثل ما نقولها بالكويتي قلب سمكه، اللي حتى لو تضايق بعد شوي ينسى، يسولف، يسلم، يكمل حياته طبيعي. هل هذا له علاقة بأن إحنا ما عندنا شخصية أو بعيد عن الكرامة؟ ما له علاقة. العلاقة الوطيدة بأني أنا أكون شخص متسامح مع نفسي، حاب قلبي الأبيض النظيف. أتخيله عبارة عن رسمة قلب الحب بس لونها أبيض، ملونها أنا بشفافية البياض، شفافية لون الغيوم. أحاول أني أنا أرسم لقلبي قلب جديد، ما أحط فيه ولا نقطة سوداء، عشان أنا أرتاح وريح اللي حواليني. شو اللي يريح قلبي؟ لما أكون أنا حاط شغلة سوداء من فلان، موقف سيء من فلانة، أحد قط علي كلمة، أحد سوالي حركة، أحد لف علي بالشارع، أحد سوالي كذي، أحد سوالي كذي، كل هذا أنا يا معوين هل مكان الصغير اللي كبر قبضة إيدي. كل إنسان فينا قلبه كبر قبضة إيده، إذا كانت قبضة الإيد هالكبر إيش كثر بكفي من السواد؟ أي أحط فيه بياض ما راح أقدر. سامح، أوف، أنت خل قلبك سليم. ما نتكلم عن علة مرض، نتكلم عن علة ذات، علة أني أنا أشيل هموم غصب، أني أنا أفكر بالناس اللي حواليني أكثر من ما أنا أفكر بنفسي، طبعاً بسلبية، ما نتكلم عن الأنانية وحب الذات، إحنا نتكلم عن أني أنا أشيل هموم الناس وأحاول أني أنا أوقف ضدهم، أسود حياتهم، وبالتالي أنا اللي قاعدة أتعب. ثقافة القلب الجميل، القلب الجميل هذا، ثقافة القلب الجميل اللي اتفقنا أن إحنا نرسمه على طريقة قلب الحب، ونحاول نلونه ببياض الغيمة الجميلة. نقول إن إحنا نبي نحط داخل هذا القلب وردة. الوردة هذه أنا أزرعها شوي شوي، وحاول أنا أسقيها من ثقافة النقاء، إني أنا أكون إنسان نقي، ما أحط بقلبي ولا شيء. شلون يا شيء ما نقدر؟ لا نقدر، نقدر نتعود إن أقول ما بحط بقلبي اليوم. سوى كذي الشخص اللي أنا أعزه، أقول أكيد ما كان يقصد، أبي أطوف. فكر أنك تطوف عشانك مو عشانه، فكر أنك تراعي هذه المشاعر عشان قلبك مو عشان قلب الشخص اللي قدامك. لما أنا أغمت بنفسي وأخش بهالقلب وأحط زيادة على زيادة، رح يجيلي بيوم من الأيام بسم الله عليكم جلطة، ولا يتسكر عندي صمام، ولا يصير فيني مرض. عشان شنو؟ أنا قاعدة أشيل هم، أنا قاعدة أتحمل ضيم، مع أن هذه الأشياء الهموم أو الضيم أنا قاعدة أجيبها حق نفسي. أنا أكدر نفسي بنفسي، أسود قلبي، أشيل بقلبي، أحاول أن أنا أغبن، أحاول أن أنا أحقد، أحاول أن أنا أرد على الشخص المقابل اللي ضايقني أو أذاني بشيء أقوى منه أو أبلى منه. ليش؟ إذا أنا اتفقت مع نفسي أني أنا أحقق سياسة القلب الجميل السليم، راح أحاول أكيد أني أنا أحقق لذاتي ولحياتي جمال ونقاء وشفافية، وأني أنا أعيش حق نفسي مرتاح، ما أجيب حق نفسي الهم ولا أجيب حق نفسي المرض. ثقافة القلب الجميل تقول أني أنا لما أحاول أوصل حق البياض اللي أنا أتمناه، راح أوصل حق مرحلة حل المشكلات بسلاسة بسهولة. إذا أحد ضايقني أقول عفى الله عما سلف، أكيد عنده ظرف.
إذا أحد ضايقني مشكلة، أحاول إني أنا أفكك خيوطها وأحلها معاه أو بيني وبين نفسي، مو غلط. أحاول أنا أحط الحلول والأعذار وأحاول أعرضها عليه، أيضا مو غلط. نخلي دايما نتيجة أي حوار مع النفس ومع الذات تكون الخلاصة جميلة، مزروعة بورد، الورد سقيته بنقاء، إني أنا أحب داخل قلبي الأبيض. زرعة، الزرعة تنمو فيها زهرة، الزهرة تتفتح وتطلع أبق وريحة جميلة اللي راح تتأثر فيها أكيد أخلاقي. ثقافة القلب السليم هي ثقافة قلب جميل داخل وردة، شفاف أبيض حنون طيب، ما يشيل ولا يغبن ولا حتى في أي مكان حق نقطة سواد. ثقافة القلب الجميل تمنعنا عن المشاحنات والمشادات. إذا كان قلبي طيب وحنون وهم أنا بعد عودت أنه يكون دائما أبيض ما في نقطة سواد، قاعد أحاول أني أنا أكبر الوردة اللي داخله. والله تصدقون وأنا قاعدة أسولف تخيلت كذي دائرة بيضة عليها كذي مثل حركة حلوة من اللون الأبيض الشفاف كذي اللي يدخل نفس لون شفتوا الغيمة الشفافة كذي، تخيلتها وداخلها كذي وردة جورية حمراء وقاعدة تتفتح وأنا قاعدة أسولف تخيلتها كذي. راح نقول حق فريق الزملاء أنه يرسمون رسمة تشابه الكلام الطيب هذا وتوصل لكم حق الإحساس اللي أنا قاعدة أحسه الحين وأنا قاعدة أسولف عن ثقافة القلب السليم، القلب الجميل. نرجع حق موضوعنا، نتكلم عن هالثقافة اللي أنا ودي أني أنا أعيشها بدون مشاحنات ولا مشاكل ولا أشياء تضايقني أو تخليني أحس بثقل على صدري كأني جايب طابوقة كذي هالكبر وحاطها على قلبي بإيدي. فساعات يقولون قلبي مقموت، يكون الإنسان مو حرفيا قلبه مقموت، يكون هو جايب حق نفسه مشاكل أو سامع أخبار ممكن تغمته. إذا في شيء يالي من برا لا حول ولا قوة إلا بالله وأحاول أني أنا أحل الأمور، ولكن لما أنا أجيب حق نفسي هني نتكلم عن هذه الثقافة. لا تجيبون المشاكل حق نفسكم، ولا تجيبون السواد حق قلوبكم، ولا تحاولون أنكم تبنون الحقد على الحقد عشان يوصل بيوم من الأيام حق الغل أو أني أنا أنتقم من الشخص اللي قدامي. حاولوا تفككون المسألة عشانكم، حاولوا ما توصلون الموضوع حق شيء أنتم ما تبون توصلون له. ساعات الحقد لما يولد أشياء ثانية وأنا أبي أنتقم، ولما الشخص ينتقم يتحسف، شو الفايدة؟ كيفات الفوت ما ينفع الصوت، عقبها نقول والله يريت اللي جرى ما كان. هني أحاول أني أنا ما أخلق حق ذاتي سواد أو حقد عشاني قبل لا يكون عشان الآخرين. ثقافة القلب السليم تتطلب التهذيب لحياتنا اليومية وأخلاقياتنا الخارجية. حبوا الغير، تعودوا أنكم تشوفون الحياة كلها بقلوب بيضة بنقاء طيب بشيء يشبه السماء. خل نفسك خفيف، خل نفسك مرتاح، خل نفسك مو شايل ولا شيء من الهموم اللي أنت تجيبها وتحطها في هذا المكان اللي نقول عنه قلب صغيرون. ساعات يقولون قلب عود يتحمل كل شيء، ترى هو حجم واحد، ولكن إحنا نقدر نوسع هذا الحب ونوسع هذا المكان الجميل السليم بطريقتنا الحياتية، بطريقتنا حق تقبل الواقع الحقيقي، بطريقتنا حق إن إحنا نفضل الحياة البيضاء عن الحياة السوداء اللي كلها حقد وكراهية. عسى الله يبعدنا ويبعدكم عنها. نتعود من إبليس ونفكر بحب ونقرأ كذي كم صورة من آيات القرآن الكريم ونقول بهذا اليوم الخطوة الأولى لناحية القلب الجميل، القلب السليم، القلب الأبيض اللي خالي من كل النقط السوداء أو العيوب. ها، ولا ننسى نحن نزق الوردة عشان تتفتح وتطلع ريحتها الحلوة. جرعة أمل، جرعة أمل نتكلم عن نقاء القلب الجميل، نقاء القلب السليم. شلون أنا أعود نفسي وأتجرع هذا الشيء كل يوم بإني أنا أحقن نفسي في هذه الجرعة، أوخر عني السواد والحقد اللي يولد الانتقام، وأقول قررت أني أنا أخلي قلبي شفاف نفس لون الغيمة، أبيض كنقاء الثلج، وما أقول بيوم من الأيام أنا راح أحقد وأنا أعلمه ويصير خير تالي. أقول الخير كله بقلبي، والخير كله خلى قلبي ينسى كل شيء أسود وكل حقد أسود. الجرعة تقول أنك تخلي قلبك جميل، قلبك سليم نقي ك
كنقاء الثلج.